الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الخلع في أول أبواب فرق النكاح. وسبب البداءة بهذا الباب أنه قد ذكر في باب شروط النكاح، وذكر في العيوب فسوخات متعلقة بالنكاح، أنه يفسخ بالعيب ويفسخ بفوات الشرط، وأيضا ذكر ما يتعلق بالفسوخات بفوات الكفاءة، وهو اعتاق الأمة تحت وهو اعتاق الأمة إذا كانت تحت عبد. ناسب بعد ذلك أن يذكر عقدا يكون أحيانا فسخا وأحيانا يكون طلاقا، لأن الخلع أحيانا نعتبره فسخ وأحيانا نعتبره طلاق. ابتدأ بذكر الفسوخات، وقبل أن يبدأ بالطلاق ذكر عقداً له حالتان: حالة يكون فيها فسخاً وحالة يكون فيها طلاقاً. إذن المعنى الأول لتقديم باب الخلع على باب الطلاق لأن الخلع أحياناً يكون فسخاً، وقد ذكر الفسوخات قبل، فناسب الترتيب ذكر الفسوخات ثم ذكر العقود التي تحتمل الفسخ وأن تكون طلاقاً ثم ذكر الطلاق. والسبب الثاني أن الخلع فيه معاوضة، فالمناسب أن تقدم المعاوضة، لأن أبواب النكاح أبواب البيوعات سبقت، ولأن النكاح فيه عوض فناسب أن يكون بعده مباشرة الفرقة بعوض، ثم يذكر الفرقة بلا عوض وهو الطلاق. الخلع نوع من أنواع فرق النكاح، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما، أي على الزوجين، فيما افتدت، أي افتدت به الزوجة، فيما افتدت به أي الزوجة. يقول الشيخ في تعريف الخلع: قال: هو فراق زوجته بعوض منها أو من غيره. هذه الجملة نقف معها بعضا من الوقفات المهمة التي هي توضح لك حقيقة هذا العقد. قول الشيخ: هو فراق زوجته، نستفيد منها عددا من الفوائد. أول فائدة أن الخلع نوع من أنواع الفرقة، فرق النكاح، بمعنى أنه بعد التئام الزوجين بعقد الزوجية جاءت الفرقة بينهما بعقد بالخلع. وتعبير المصنف بأنه فرقة، جميع فرق النكاح الذي حكيت لكم عن ابن القيم أنها تزيد على 20، كل فرق النكاح لا تخلو من واحد من ثنتين: إما أن تكون الفرقة طلاقاً فتحسب من الطلقات الثلاث، وإما أن تكون الفرقة فسخاً، فحينئذ يتفرق الزوجان ولا تعد هذه الفرقة محسوبة من الطلقات الثلاث. إذن أعيدها لك: فرق النكاح إما أن تكون فسوخات وإما أن تكون طلاق، لا يوجد غير الثنتين: طلاق فتعد من الطلقات الثلاث، فسخ لا تعد من الطلقات الثلاث، وإنما يتفرقان وتعتد المرأة ولا يعد هذه الفرقة من الطلقات. الفرق التي سبق ذكرها قبل قليل، وهي الفرقة لفوات شرط أو لوجود عيب، كلها فسوخات فلا تعد من الطلاق. الخلع تارة يكون طلاقا وتارة يكون فسخا، ولذا فإن المصنف عبر بكونه أنه فراق زوجته، ولم يقل فسخ النكاح، ولم يقل إنه الطلاق، لأنه يحتمل الصورتين، وسأورد الصورتين بعد قليل. قال: فراق زوجته، لما أضاف الفعل للرجل دلنا ذلك على مسألتين، وانتبه لهاتين المسألتين. المسألة الأولى أن الذي يقوم بالخلع إنما هو الزوج، ولا يقوم أحد غيره مقامه إلا بتوكيل منه. بناء على ذلك المسألة الثانية المهمة:
هل يجوز للقاضي والحاكم أن يلزم بالخلع أم لا؟ المشهور أنه ليس له ذلك. ونقل ابن مفلح أن المتأخرين من قضاة المقادسة قضوا بأن للقاضي الإلزام بالخلع، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وعند غيرنا، أنه يجوز للقاضي الإلزام بالخلع. قالوا لأن القاضي يجوز له الفرقة مجانا فيجوز له الفرقة بعوض. قوله بعوض معناه أننا لا نحكم أن الفعل خلع إلا إذا كان فيه عوض للرجل يأخذه، لابد أن يأخذ عوضا. ولذا سمى بعض أهل العلم كالشمس الزركشي الخلع معاوضة غير محضة، فيسمونه معاوضة غير محضة لأن فيه عوضا يبذل، والزوج من جانبه لا يبذل شيئا ماليا وإنما يبذل الطلاق أو الفسخ. قال منها قد يكون العوض منها وقد يكون من غيرها، كما أن الطلب قد يكون منها وقد يكون من غيرها. إذن فقوله منها أو من غيرها يحتمل أن يكون قصده طلب الفرقة قد يكون منها ومن غيرها، ويحتمل أن يكون العوض منها أو من غيرها. وقبل أن أختم هذا التعريف عندي جزئية، كيف يكون الطلب من غيرها؟ يأتي شخص لآخر عنده زوجة فيقول له خذ هذا المال وفارق زوجتك خلعا، نقول يجوز سواء كان الطلب منها أو من غيرها وسواء كان العوض منها أو من غيرها. لكن هذا الأجنبي، وأعني بالأجنبي أي شخص غير الزوجين، قد يكون أباها وقد يكون أخاها، لا يحل له أن يطلب من الزوج أن يفارق زوجته إلا لسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخبيب المرأة على زوجها، وهذا من أعظم التخبيب وهو السعي في تفريق الزوجين. لكن إذا رأى أن حالهم لا تستقيم أو كان هناك سبب من الأسباب، والأسباب كثيرة جدا كفقد لكفاءة أو لأشياء كثيرة، عدم عفة وهكذا أشياء كثيرة، فأراد أن يرى لمصلحة فرقتهما، فحينئذ يجوز له ذلك. وأما إن كان قصده التخبيب فقط فإنه بنيت عليه أحكام كثيرة، من أخطرها أنه آثم إثما عظيما عند الله عز وجل، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. إذا عرفت الآن الخلع صورته فهي سهلة، فإن صورته امرأة مع زوجها تبذل له عوضا ليفارقها، يجوز. إذن الفرقة هنا من جهة الزوجة. طيب، هذه الفرقة هل تعد طلاقا أم ليست بطلاق؟ نقول لها حالتان. الحالة الأولى، أو إن شئت قل ثلاث حالات علشان نجعل التوضيح أكثر، كلما زدت الحالات كلما كان أوضح. الحالة الأولى أن يأخذ الزوج العوض ويتلفظ بلفظ الطلاق فيقول طلقتك، فحينئذ يحسب طلاقا. الحالة الثانية أن يأخذ منها العوض ويقول خالعتك، فيأتي بلفظ الخلع وينوي به الخلع ولا ينوي الطلاق فيكون فسخا. الحالة الثالثة أن يأخذ العوض ويأتي بلفظ الخلع مع نية الطلاق فيكون طلاقا. إذن الزوج وهو المخالع إذا تلفظ بالطلاق أو بلفظ الخلع مع نية الطلاق فهو طلاق، وإن تلفظ بالخلع من غير نية الطلاق فهو فسخ. افهم هذه أهم مسألة عندنا في الطلاق، وهي ما الذي يقع، أهم مسألة عندنا في الخلع وهي أهم ما الذي يقع بالخلع. تارة يقع به طلاق وتارة يقع به ماذا؟ فسخ. ما الذي يترتب عليهما؟ نقول إنه لا يحسب من الطلقات، أو يحسب، إن قلنا طلاق حسب من الطلقات الثلاث. رجل طلق امرأته زوج طلقتين ثم خالعها ثم جاءك قال أريد أن أراجعها، هل يجوز أن أراجعها أم لا؟ ماذا تقول؟ نقول تعال تعال، أخذت منها عوض؟ قال لك نعم. ما اللفظ الذي قلته؟ إن قال قلت طلقتك أو أنت طالق،
نقول ثلاث بانت منك بينونة كبرى. إن قال قلت أنت خال، أنت مخالعة أو خالعتك، فماذا نقول له؟ لا. ماذا قصدت؟ إن قال قصدت الطلاق فطلق. إن قال ليس لي قصد، وهو أغلب الناس، ما لي قصد، خلع، قالت خلع، قلت خلع، ليس لي قصد طلاق ولا غيره، فنقول يحسب فسخا حيث لم ينوي الطلاق، فحينئذ نقول يجوز لك أن تعقد عليها مرة أخرى لأنه ذهب الطلقتان وهذا الخلع ليس بمحتسب. طيب، هذا وسيأتي الآن، هذه الجملة ستأتي بعد قليل لكن نفهمها الآن. الخلع حيث حسب طلاقا بأن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع معنيته، أي معنية الطلاق، فإن الطلاق الواقع به يسمونه طلاقا بائنا. ومعنى قولنا إنه طلاق بائن يعني ليس له حق الرجعة في أثناء العدة، لها عدة ثلاثة قروء لكن ليس له حق الرجعة، له حق الرجعة بعقد جديد ومهر جديد لكن ليس له حق الرجعة خلال العدة، فهو بائن ليس بينونة كبرى وإنما بينونة صغرى، وسيأتي في كلام المصنف. إذا فهمت هذه المسألة فقد عرفت باب الخلع جميعه ولم يبقى عندك إلا بعض الشيء اليسير. نعم. والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، قول الله عز وجل فإن خفتم يدلنا على أن الطلاق عموما والخلع من أنواعه أو في حكمه لا يجوز للمرأة أن تطلبه من غير بأس، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث. ولذا فإن الله عز وجل إنما أباح الخلع حيث خيف أن لا يقيم حدود الله، إما من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت، نعم، مثل ما جاء أن خولة رضي الله عنها كرهت ذلك من ثابت بن قيس، وقد جاء أن ثابت بن قيس خالعته خولة، وجاء أن التي خالعته جميلة، وقال بعض أهل العلم كابن حجر لا يبعد أن يكون ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قد خالعته زوجتان، وليس هذا عيب في الرجل أن تخالعه امرأته، فإن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أكرم الصحابة، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا ذا بيان، ومع ذلك الحب في القلوب والكره فيها. ولذا فإن الرجل لا يجد في نفسه غضاضة إذا كان قد طالبته امرأة بخلع، وليس فيه منقصة ولا عيب ذلك، فمن أكرم الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، طلبت الخلع منهم امرأتان ليست امرأة واحدة. وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه. نعم، هذا واضح معناه. فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. نعم، فلا بأس لها أن تبذل عوضا، هذا العوض يجوز لها أن تبذل ما شاءت ولو شيئا قليلا أو شيئا كثيرا، ولكن هنا مسألة أنه إذا لم يكن هناك موجب فقال العلماء كره للمرأة أن تطلب، إذا لم يكن هناك شيء موجب، بعض النساء لغضب من موقف معين تطلب الخلع أو الطلاق، نقول إنه مكروه ذلك عليها كراهة شديدة، ولكن حيث طلبت ذلك وبذلت العوض وأجاب زوجها بإرادته إلى الخلع وقع، لأن الخلع ليس بطلب منها فحسب بل بطلب وبفعل من الزوج وهو إيقاع الخلع. نعم. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. نعم، قوله ويصح في كل قليل وكثير أي يصح في أن يكون العوض قليلا أو كثيرا ولو كان زائدا عن المهر، ويستدلون على ذلك بأن جميلة رضي الله عنها قالت أنها تفتدي بما دون عقاص رأسها، يعني أنها سوف كل مالها سوف تعطيه هذا الرجل الذي اختلعت منه إلا الذي تجعله على رأسها من خمار ونحوه. نعم. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، هذا حديث عظيم جدا، وكثير من النساء قد تطلب الطلاق من زوجها لموقف حدث منه أو لضيق في النفقة قد تحدث أحيانا، وهذا طلاقها يكون داخلا في هذا الوعيد الخطير الذي ذكره
النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلبته. كتاب الطلاق. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن كتاب الطلاق، وفرق بين الخلع فجعله بابا تبعا للفقهاء، وجعل الطلاق كتابا لأن الخلع قد يكون فسخا كما تقدم، بينما الطلاق هو الأصل الذي ترد إليه كل الفرق التي يكون فيها محسوبا فيه الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم، قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعضا من نسوته، وقد جمع بعض من أهل العلم النساء اللاتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم والنساء اللاتي طلقهن، فألف في ذلك عبد المؤمن الدمياطي جزءا مطبوعا، وألف في ذلك أيضا ابن طولون الحنفي جزءا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم ابن عساكر، وكل هذه الأجزاء مطبوعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوجهن سواء بقين معه أو طلقهن. فالمقصود من هذا أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. جاء أن عبد الله بن عمرو كان يقرأ هذه الآية لقبول عدتهن، ومعنى قبول عدتهن أي لإقبال عدتهن، فلا يجوز طلاق المرأة إلا أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها زوجها فيه، أو أن تكون المرأة حاملاً. وبناء على ذلك فإن البدعة في طلاق المرأة من جهتين، إما في الزمن وإما من حيث العدد. فأما البدعة في الزمن فأن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ودليل ذلك ما سيأتي في حديث ابن عمر: فمن طلق زوجته في هاتين الحالتين فإنه آثم ويجب عليه أن يراجع زوجته. البدعة في العدد وهو المحرم في العدد، وهو أن يطلق زوجته أكثر من طلقة في مجلس واحد، فإن هذا منهي عنه ومحرم، فيكون بدعة في العدد. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم، هذا الحديث هو الأصل في طلاق البدعة. قول ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قوله مره فليراجعها يدلنا على أن الطلاق في الحيض محرم وهو طلاق بدعة، ويترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أنه أثم بهذا الفعل، الأمر الثاني أن الطلاق قد وقع ويجب عليه أن يراجعها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليراجعها، ولا يكون فيه رجعة إلا وقد وقع الطلاق، وقد جاء ذلك مصرحا به في غير هذا اللفظ، فقد جاء من حديث نافع عن ابن عمر أن ابن عمر سئل: هل حسبت تلك التطليقة؟ قال: نعم، وفي لفظ: أرأيت إن عجز واستحمق. فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جمعت فيه المرأة واقع، بل قد ثبت عن ابن عمر هذا الحديث من طريق 12 راويا عنه، كلهم يثبت أن ابن عمر أو أن سالما ابنه أو أن نافعا، كل هؤلاء يقولون إن هذه الطلقة حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في رواية أن هذا الطلاق لم يحسب إلا ما جاء من طريق محمد بن الزبير المكي، محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي عن ابن عمر، وهذه الرواية أنكرها أهل العلم كابن عبد البر، وأشار إلى غرابتها مسلم فقال: وفيها لفظ غريب حيث قال: لم تحسب عليه. ولذلك فإن عامة أهل العلم أن طلاق الرجل لزوجته في الحيض أو في الطهر الذي جمع فيه فإنه واقع، ظاهر النص يدل عليه تماما. إذن قوله مره فليراجعها يدلنا على أن الطلاق واقع لكنه آثم ويجب عليه رجعتها. قال: ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. أجل الحيض بعد الطهر، أجل الطلاق إلى الحيضة بعد إلى الطهر الثاني، قالوا لكي يكون الطلاق
طلاقا مقصودا ولكي يكون عند كمال رغبته فلا يراجع ليطلق. قال ثم إذا شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. قوله قبل أن يمس يدلنا على أن الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة بدعة ومحرم. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال وفي لفظ ليطلقها طاهرا أو حاملا. ثم ذكر المصنف أن هذا دليل على أن الحائض لا يجوز طلاقها أو من طلقت في طهر وطئت فيه إلا أن يتبين حملها، فحينئذ يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حاملا. نعم. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. نعم، الطلاق يقع بكل لفظ سواء كان صريحا أو كنائيا. وقوله دل عليه يدلنا على أن الرجل إذا تلفظ بلفظ لا يدل على الطلاق ونواه فلا يقع الطلاق. مثل لو أن رجلا قال لزوجه اجلبي لي ماء وقد نوى بذلك الطلاق، نقول لا يقع، بل لا بد مع النية من فعل، والفعل هو التلفظ، ولا بد أن يكون اللفظ دالا على الطلاق إما صريحا أو كنائيا. وسيورد المصنف الألفاظ الصريحة والكنائية. إذن فقوله بكل لفظ دال عليه مهم، كلمة دال عليه، وليس بمطلق كل لفظ، لا بد أن يكون دالا عليه. الصريح من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. نعم، يقولون اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه إلا أمران أو إلا أمرين، اسم الفاعل والمضاف للمستقبل، فلا يقع به الطلاق. اسم الفاعل أن يقول أنت مطلقة فلا يقع به الطلاق. مضاف للمستقبل وهو المضارع أن يقول أنت ستطلقين فلا يقع به الطلاق. ما عدا ذلك يقع الطلاق، أنت طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، أنت طالقة وغير ذلك من العبارات، فكل ما اشتق من الطلاق فإنه يقع به الطلاق إلا اسم فاعل ومضاف للمستقبل. هذا الصريح. معنى كونه صريحا أن الرجل إذا تكلم به غير مخطئ فإنه يقع به الطلاق، ولو كان هازلا، ولو كان ملجئا. ملجئ مثال ذلك رجل لنقول إنه يحادث زوجته، فمن باب المداعبة قال أنت طالق، فاتصل عليك ماذا تقول؟ وقع الطلاق. وقع الطلاق، قال لم أقصد. نقول أنت قاصد اللفظ وإن لم تقصد الحكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لو كانت تلجئة رجل دخل على آخر ولم يرد أن يقول إن هذه المرأة زوجته لسبب من الأسباب، فقال زوجتك هذه ما زالت زوجة لك؟ قال لا، هي طالق، خوفا من الأول أو ليس خوفا، يريد أن يخفي شيئا عنه، فهذا تلجئة، نقول وقع الطلاق. فالطلاق يقع من الهازل والتلجئة، لأننا قلنا ثلاثة عقود لا ينظر فيها لقصد النتيجة والحكم، وإنما يعتبر فيها قصد اللفظ فقط، وهو الطلاق والنكاح والرجعة. وكناية. نعم، الكناية ما هي؟ هي الألفاظ الدالة على الطلاق وعلى غيره، لكنها في الطلاق أظهر. الألفاظ الكنائية لا يقع بها الطلاق إلا بوجود واحد من أمرين، إما نية المطلق أو القرينة الدالة عليها. والقرينة الدالة عليها ضربوا لها أمثلة، منها قالوا لو سألته هي الطلاق فقال لها لفظا كنائيا وقع، وبناء عليه لو قال لها اللفظ الكنائي ثم رفعت إلى المحكمة وقد أثبتت بالقرينة وقع طلاقه إلا أن يثبت خلاف ذلك. إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. نعم، دلت عليه القرينة. مثاله قالوا إذا طلبته أو بذلت له عوضا ليطلقها فجاء بشيء من الألفاظ الكنائية. والألفاظ الكنائية كثيرة جدا، والصحيح أنها غير محصورة، لكنهم يقسمونها إلى نوعين، كنائية ظاهرة وكنائية خفية. فالظاهرة يقع بها ثلاث إلا أن ينوي واحدة، والخفية يقع بها واحدة. الظاهرة والكنائية كثيرة جدا، مثل أن يقول الحقي بأهلك، أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة. فالألفاظ الكنائية كثيرة جدا وهي غير محصورة. ويقع الطلاق منجزا. نعم، يقع منجزا أي من غير تعليق،
بأن يقول لزوجته هي طالق أو هي مطلقة أو معلقاً على شرط أو معلقاً على شرط، يعني يكون الطلاق معلقاً على شرط. الشرط قد يكون زماناً، إذا دخل شهر رمضان فهي طالق، أو يكون معلقاً على فعل، إذا قدم زيد فهي طالق، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. نعم، لأن الطلاق من العقود التي تقبل التعليق بخلاف النكاح، النكاح لا يقبل التعليق. إذا قال رجل تزوجتك فلانة بعد شهر لا يقع ولا ينعقد النكاح، فلا بد أن يكون منجزا النكاح، بخلاف الطلاق فإنه يقبل التعليق. فصل، الطلاق البائن والرجعي. نعم، أورد المصنف في هذا الفصل أنواع الطلاق، وأن الطلاق نوعان، طلاق بائن وطلاق رجعي. والفرق بين الطلاق البائن والرجعي أن الرجعي يجوز للزوج أن يراجع في أثناء العدة، وأما البائن فليس له أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد، وسنذكره بعد قليل. ويملك الحر ثلاث طلقات. نعم، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الطلاق مرتين، ثم ذكر الطلقة الثالثة، قال فإن طلقها فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني فإن تمت له أي تمت له الثلاث، لم تحل له أي المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، وأن يكون نكاح رغبة، وأن يقع فيه الوطء الصريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا معنى قول المصنف حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح. فالصحيح يخرج منه نكاح المحلل فإنه نكاح باطل، أو الفاسد الذي لا ولي فيه ونحو ذلك. قال ويطأها، أي لا بد أن يطأ الزوج الثاني هذه الزوجة. نعم. لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذه طلقات ثلاث. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. نعم، نرجع لمسألة الطلاق البائن والرجعي. الطلاق قلنا إنه بائن ورجعي. الرجعي في أثناء مدة العدة يجوز للزوج أن يراجعها من غير رضا منها ومن غير بذل عوض لها، لأنها زوجة له. أما الطلاق البائن فإنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد، يعني برضاها وإيجاب وليها ومهر جديد، والشروط قد تكون جديدة مختلفة عن الأول. بدأ يتكلم المصنف عن أنواع الطلاق البائن، والطلاق البائن عند العلماء نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والبينونة الصغرى تجوز له بمجرد العقد. بدأ المصنف يقول ويقع الطلاق بائنا، يعني أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها فتبين منه، بمعنى أنه يجوز لها أن تتزوج غيره عند البينونة، ويحرم عليه أن يتزوج بها إلا بعقد جديد. قال هذه إحداها، أي إذا طلقها ثلاثا. فمن طلق زوجته ثلاثا فإنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا ليس له أن يراجعها لا في العدة بل ولا بعدها إلا بعقد جديد، إلا بعد أن تأخذ إلا بعقد جديد بعد أن تتزوج زوجا آخر نكاحا صحيحا، نكاح رغبة، ويطأها في هذا ذلك النكاح. الثانية، وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، من طلق زوجته قبل الدخول بأن كان الطلاق من جهته فإن الطلاق يقع، لكن ليس للمطلقة، ليس على المطلقة عدة، كما قال جل وعلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فحينئذ فليس لها عدة، فأصبحت بائنا لأجل ذلك. فمن حين تطلق يجوز لها ثاني يوم أن تتزوج غيره حيث لا عدة عليها. نعم. وإذا كان في نكاح فاسد. نعم، وإذا كان في نكاح فاسد، هذه مسألة مهمة. إذا تزوج رجل امرأة بنكاح فاسد، النكاح الباطل أصلا لم يقع لكي نقول إن فيه فرقة. النكاح الفاسد ما هو؟ قالوا هو النكاح الذي اختلف العلماء في صحته، الباطل هو الذي أجمعوا على بطلانه، وأما الفاسد فهو الذي اختلفوا في صحته وبطلانه.
والذي دل عليه الدليل عندنا أنه نكاح غير صحيح. هذا النكاح سميناه فاسداً لأننا أثبتنا له بعض أحكام الصحيح حيث حكم به حاكم، فإن حكم به حاكم فهو نكاح صحيح، وتثبت له أحكام الباطل إذا دخل الزوجان فيه وهما يعلمان أنه غير صحيح. بعض الناس يعلم أن النكاح بلا ولي لا يجوز، لكن لهوى في نفسه يأخذ هذه المرأة التي يرغب بنكاحها فيقول: قولي زوجتك نفسي على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. هو وهي يعلمان أن النكاح باطل، إما لمعرفتهم الدليل أو لأنهم في بلد إنما يفتي أهل ذلك البلد بأن النكاح باطل، والمقلد مذهبه مذهب أهل بلده، ما يختار على كيفه، وإنما أهل بلده ماذا يفتي به أهل علماء بلده فإنه يأخذ بهم، فمذهبه مذهب أهل بلده، هذه قاعدة كلية. فنقول في حقك يكون النكاح باطلا لأنك عالم بالحكم اجتهادا أو تقليدا. نرجع، إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، لكن لو طلقها نقول يعتبر الطلاق محسوبا عليه، فيعتبر طلقة محسوبة، لكنه طلاق بائن ليس له أن يراجعها في العدة، بل لا بد أن ينشئ عقدا صح جديدا يكون فيه ولي أو يكون فيه شهود أو يكون فيه باقي الشروط التي فوتناها وجعلناها من شروط الصحة. إذن النكاح الفاسد حيث أمضيناه وصححناه لحكم حاكم به، إذا طلق الزوج فيه فإن الطلاق واقع، لكن ليس له الرجعة إلا بعقد جديد، وذلك قلنا إنه بينونة صغرى. الرابع، وإذا كان على عوض. قال: وإذا كان على عوض، هذا هو الخلع. قلت لكم إذا بذلت المرأة العوض للزوج فإن أجابها بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد، وإن أجابها بخلع بقصد الفرقة أو يعني بغير قصد الطلاق وقع فسخا فلم يحسب من الطلاقات. وإذا قلت لكم قبل قليل إن المصنف سيعود ويثبت ذلك، وهو أن الخلع أنه ماذا؟ طلاق بائن، أن الخلع طلاق بائن إن كان بلفظ الخلع أو بلفظ الخلع أو إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو كان بلفظ الخلع مع نيته أي نية الطلاق. وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، قال: وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، فيجوز للزوج أن يراجع زوجته بشرط أن تكون في العدة، وسيأتينا إن شاء الله مقدار العدد غدا بمشيئة الله عز وجل. قال: لقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فيراجعها وإن لم ترضى، كما أنه يراجعها بدون مهر ولا يلزم فيه، بل لا إجابة فيه من وليها، بل ولو لم يرضى وليها لأنها زوجة له. المرأة الرجعية في أثناء العدة زوجة، تأخذ حكم الزوجات كما سيأتي في كلام المصنف، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإنها في أثناء العدة ليست زوجة، فلو مات أحد الزوجين لا يرثه أحدهما الآخر. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. الرجعية حكمها حكم الزوجات، تجب لها النفقة، لا يجوز، ومن النفقة البيت، فلا يجوز إخراجها من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن، لكن إن خرجت بطوعها وإرادتها جاز لها ذلك ما دام قد تراضياهما على الخروج، لأن هذا حق لهما وقد أسقطاه معا. كذلك يجوز له أن ينظر إليها وأن يكلمها. لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر فهما زوجان تماما، اللهم إنه لا يجب لها القسم، عنده زوجتان، فحال طلاقه لإحدى الزوجتين لا يلزمه أن يبيت عند كل واحدة الليلة، إذ القسم إنما يكون للنكاح المرأة غير المطلقة. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. نعم، قول المصنف: والمشروع أي والمستحب إعلان النكاح، ومر معنا أن إعلان النكاح، طبعا المشروع يشمل المستحب والواجب تارة كذا وتارة كذا، قوله إعلان النكاح مر معنا أن إعلان النكاح نوعان: إعلان واجب وهو الشهادة، وإعلان مستحب وهو ما زاد عن ذلك. قال: والطلاق أي يستحب الشهادة على الطلاق وإعلانها لكي لا تكون خفية، لأنه يترتب عليه إرث، ولأنه يترتب للمرأة أن تتزوج بغيره، فالأولى أن يعلن. وبناء على ذلك فإن بعض أهل العلم ذكروا أمورا سأشير لها بعد قليل في قضية الرجعة.
قال والرجعة، أي ويستحب كذلك الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيه، وإنما الإشهاد شرط في النكاح فقط، وما عدا ذلك فإنه مستحب. قال والإشهاد على ذلك، أي الإشهاد على الرجعة لقول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم. أحيانا الرجعة إذا لم تعلن نلغيها، وذلك في صورة لو أن رجلا طلق امرأة ثم راجعها ولم يخبرها ولم يخبر أحدا من أهلها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت برجل آخر، فالمعتمد والذي عليه العمل أن رجعته تكون باطلة من باب العقوبة، وهذا الذي يسمى عندنا بالسياسة الشرعية في الطلاق والنكاح، مثل سياسة عمر عندما أمضى الواحدة ثلاثا. فالمقصود أن الطلاق هنا يمضى ونلغي رجعته، لأنه أراد المضارة بهذه المرأة، قصده أنها إذا تزوجت الثاني يأتي ويقول عندي ما أنا قد راجعتك أو عندي ما يثبت ذلك. نقول لا يقبل ذلك إلا بالإعلان والإشهاد. نعم. لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، هذا في الرجعة. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. نعم، تقدم شرح هذا الحديث وقلنا إن معناه أن قصد العقود نوعان، قصد لللفظ وقصد للحكم والنتيجة. كل العقود لا بد من قصد اللفظ وحكم والنتيجة ويسمى الرضا، إلا هذه العقود الثلاثة فيكتفى فيها بقصد اللفظ. وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الرجل إذا أخطأ في لفظه فإنه يكون معفوا عنه، لأن المخطئ في لفظه ليس قاصدا اللفظ، فمن باب أولى يكون قاصدا الحكم. وكذلك الناسي الذي نسي فتصرف تصرفا بأن نسي أن له زوجة مثلا، فقال إن زوجته طالق على أنه ليس له زوجة وقد نسي زواجه بها، يتصور ذلك أحيانا، فحينئذ لا يقع. مثله المستكره. باب الإيلاء والظهار واللعان. نعم، أورد المصنف في هذا الباب بعضا من أنواع فرق النكاح أو من أسباب الفرق، فالإيلاء ليس فرقة في نفسه وإنما هو سبب للفرقة، والظهار ليس فرقة وإنما كان المشركون يظنونه فرقة، وأما في الإسلام فليس فرقة وإنما هو مناسب لأن يكون في الفرقة إذا امتنع من الكفارة، وسأشير لها إن شاء الله في محله. واللعان فرقة في ذاته. الإيلاء، فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. نعم، الإيلاء مأخوذ من الألية وهو اليمين، بمعنى أن يحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أن يترك وطأ زوجته إما أبدا أو مدة معينة تزيد على 4 أشهر، ومن ذلك أن يعلق وطأها على محال أو على ما يغلب عدم وجوده إلا بعد أكثر من 4 أشهر، كأن يكون مثلا في آخر الصيف فيقول بعد أن يولي بالله عز وجل أو بصفة من صفاته على ترك وطئها حتى ينزل الرطب، وبقي على نزول الرطب أكثر من 4 أو 6 أشهر، فنعتبر ذلك إيلاء. الحكم في الإيلاء نقول هذه يمين يمين، والسنة أن المرأة يحنث في يمينه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، وفي لفظ وكلاهما في صحيح البخاري إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عن الحنث، هذا الإيلاء. فالمستحب له أن يكفر كفارة يمين، فإن لم يكفر نقول ينتظر حتى تتم 4 أشهر، فإن تمت 4 أشهر وفاء بمعنى أنه حنث فنقول لا شيء عليه، فإن لم يفئ بمعنى أنه لم يحنث في يمينه يفئ إلى زوجته ويحنث في يمينه فحينئذ نقول له طلق، فإن أبى الطلاق أجبره الحاكم ولو بحبس. نعم، بشرط أن تطلب الزوجة حقها من الوطء. نعم.
فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. نعم، أما إن لم تطلب فالحق لها ولا يتعدها، فحينئذ لا يعني يلزم القاضي بالطلاق. فإن وطئ كفر كفارة يمين، فيكون حانثا عن يمينه مثل كفارة اليمين التي ستأتي. وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، قال: وإن امتنع ألزمه القاضي بالطلاق لقوله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، أي فاءوا في كلامهم ورجعوا وفاء إلى الوطء، فإن الله غفور رحيم، لأن الله عز وجل يكفر اليمين ولا إثم عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حنث عن يمينه أو حنث في يمينه وكفر عنها فلا إثم عليه. قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي يسمع كلامكم الأول وكلامكم الأخير. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.